إن شاء الله دايما تفضل القناة الأولى بيت لكل الموهوبين. يمكن إحنا عندنا في مصر مواهب كتير، وطول الوقت الناس بتبقى عايزة توصل صوتها، وطول الوقت بيبقى نفسهم الناس تسمعهم وتعرف عنهم أكتر. علشان كده عملنا نجوم التاسعة. إن شاء الله من خلال نجوم التاسعة حلمكم يوصل، وتقدروا إن أنتوا توصلوا صوتكم للناس كلها. افضلوا قدموا لحد يوم 15/7، ده هيكون آخر يوم للتقديم من كل محافظات مصر. بعتولنا اللي عنده موهبة حلوة في الغنى، اللي بيكتب قصة قصيرة، اللي بيكتب شعر، قولوا لنا وابعتوا لنا الفيديوهات واحنا بنعرضها معاكم في الحلقه وبنستمتع بيها. وفي الاخر هيكون لجنه يعني مكونه من اكيد خبراء يقدروا انهم يحددوا اكتر مين الموهوب ومين يستحق انه يفوز. وخلي كده يعني ايه عندكم امل كبير وطموح كبير، مجرد دخولك للمسابقه هو تحقيق يمكن لاحلام ناس كتيره نفسها انه حد يسمعهم وحد يشوفهم ويسمع صوتهم، ويفضلوا موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي طول الوقت، وناس عندها يمكن متابعين كتير جدا جدا جدا. هنشوف مع حضراتكم جزء من اللي اتبعت لنا ومن النماذج والمواهب اللي اتبعتت لنا في مسابقه نجوم التاسعه، ونرجع بعد كده مع حضراتكم. قالوا عني زمان موهوم بضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، وقعت وقمت وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة في طريق مشي. عليك شوفهم دلوقتي بداروا كسوفهم، وهو رغمه عليك تخسر وكسبت. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي نسر، مش أعيش أبدا اليوم غير وأنا حر. لو غرقوك عوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة توقف تاني كالعادة. نحن الجنود أبناء الأسود، أبناء من عبروا وحطموا القيود، أبنائك يا مصر الخلود، نعاهدك يا مصر بأن نكون فوق الجبال تحت التلال وأمامها أسود. سفينة الحق تجري أمامك يا مصر، تحمي السلام تبص الأمان ترمي الورود. شعارنا يطوي السماء، يشق البحار والأنهار، يبغو النهوض. يا مصر إذ كانت حياتنا ثمن بقائك، ها هي تبغي الخلود. طرف دماغي روق شوية، عدي عليك وتنزل لي، ده انت في دماغي وحقك علي، طول خصالنا زلزلني. تعالى دلعك قولي ايه هيمنعك، جنبك مش هتعيبك والمكان هيعجبك. تعالى بحلفك قولي ايه مريفك، لو كنت تقف مكاني عمري ما كنت اكسفك. تلاتة بالعظيم مقامك عظيم، خلافنا واختلافنا موضوع قديم. تلاتة بالعظيم مقامك عظيم، خلافنا واختلافنا موضوع قديم. جايلك بنية صافية وقلبي سليم، تعالى دلعك قولي ايه هيمنعك، جنبك مش هتعيبك والمكان هيعجبك. تعالى بحلفك قولي ايه مريفك، لو كنت انت في مكاني عمري ما كنت اكسفك. فضلوا بعتولنا لحد يوم 15/7 كل اللي عنده موهبة في الغنى، كل اللي بيكتب قصة قصيرة، عايزين نشوف أكتر ونسمع. طبعا يعني احنا بنعرض غنى علشان القصة القصيرة بتتبعت PDF، فصعب ان احنا
نقراها لحضراتكم. اخر موعد للتسجيل هيكون اول انكم تبعتوا لنا يعني على صفحه البرنامج اللي موجوده دلوقتي قدام حضراتكم، برنامج التاسعه في نجوم التاسعه. اخر يوم للتقديم هيكون يوم 15/7. ما تفوتش المسابقه لو انت فعلا موهوب، ابعت موهبتك دي وادي لنفسك فرصه ولحلمك فرصه انه يتحقق.